إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامه عهدان وعقدان وبيعة له في عنقي. لقد حفلت الأحاديث بتفاصيل أخبار الظهور المبارك للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وما بعد الظهور، وعن أهمية البيعة في المستقبل المهدوي، فهي انتصار للحق الذي يمثله الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ورفض للظلم والظالمين على مدى التاريخ، وطلب للعدل في الأرض. وفي خلال هذا السياق وردت أحاديث متعددة حول قيام عدة تحركات في العديد من الدول التي تنهض لنصرة الإمام، ومن هذه البلدان التي ذكرت مصر، إذ تشهد حركة إسلامية ممهدة لظهور المهدي عليه السلام، ويحدث بها تغيير داخلي يرتبط بنصرة الإمام. بعض هذه الأحاديث ضعيفة السند، وقد خلطها بعضهم بأحاديث خروج السفياني وظهور المهدي عجل الله فرجه، ولكن بعض هذه الأحاديث صحيحة وفيها مدح النجباء من مصر وأنهم وزراء الإمام، ومنها ما يذكر أن الإمام سيجعل من مصر منبرا عالميا للإسلام. وسنعرض جملة من الأحاديث التي وردت عن مصر وأهلها. ففي غيبة الطوسي عن جابر الجعفي عن الإمام الباقر عليه السلام قال: يبايع القائم بين الركن والمقام 300 ونيف، عدة أهل بدر فيهم النجباء من أهل مصر والأبدال من أهل الشام والأخيار من أهل العراق، فيقيم ما شاء الله أن يقيم. وفي دلائل الإمامة للطبري الشيعي بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، 10 خصال قبل يوم القيامة، ألا تسألني عنها؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: اختلاف وقتل أهل الحرمين، والرايات السود، وخروج السفياني، وافتتاح الكوفة، وخسف بالبيداء، ورجل منا أهل البيت يبايع له بين زمزم والمقام، يركب إليه عصائب أهل العراق، وأبدال الشام، ونجباء أهل مصر، ونصير أهل اليمن، عدتهم عدة أهل بدر. أما عن وفد مصر الذي يحمل البيعة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ففي الإرشاد عن الإمام الرضا عليه السلام قال: كأني برايات من مصر مقبلات خضر مصبغات، حتى تأتي الشامات فتهدي البيعة إلى ابن صاحب الوصيات. وهذا الوفد غير النجباء من أصحابه الذين يأتون إليه عند ظهوره في مكة. وتهدي البيعة معناها إنها تبايعه نيابة عن أهل مصر، وهذه إشارة إلى أن حكومة موالية للمهدي عجل الله فرجه الشريف تقوم في مصر. وفي الاختصاص للمفيد عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا كان عند خروج القائم ينادي مناد من السماء: أيها الناس، قطع عنكم مدة الجبارين، وولي الأمر خير أمة محمد، فالحقوا بمكة، فيخرج النجباء من مصر والأبدال من الشام وعصائب العراق، رهبان بالليل ليوث بالنهار، كأن قلوبهم زبر الحديد، فيبايعونه بين الركن والمقام. وفي الفائق وتهذيب ابن عساكر عن علي عليه السلام: قبة الإسلام بالكوفة، والهجرة بالمدينة، والنجباء بمصر، والأبدال بالشام وهم قليل. عن عمار بن ياسر أنه قال: إن دولة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان، ولها أمارات،
فالزموا الأرض وكفوا حتى تجيء أماراتها، ويخرج أهل الغرب إلى مصر، فإذا دخلوا فتلك أمارة السفياني، ويخرج قبل ذلك من يدعو لآل محمد عليهم السلام. معنى ذلك أن هناك رجلاً مصرياً قائداً متقياً ورعاً شريفاً عظيماً يخرج منادياً بولاية آل محمد من داخل مصر ويلتف حوله المسلمون. والظاهر أنه بسبب هذا الداعي يتكون النجباء التي ذكرتهم الروايات، وهذا شرف كبير لمصر وأهلها، لأن أصحاب المهدي عجل الله فرجه الشريف 313 لهم مقام عظيم، فهم ممدوحون على لسان النبي وأهل بيته صلى الله عليه وآله، وهم وزراء المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وحكام العالم في دولة العدل الإلهي. فاستعدوا لعصر الظهور الذي هو أمل البشرية كلها للخلاص من الشرور.